السلام عليكم، وين ما كنتوا إن شاء الله تكونوا لاباس. اخترت لكم موضوع كيفية معالجة النباتات المنزلية من الأمراض والحشرات التي تتعرض لها النبتة. هذا هو المبيد الذي استعملته، اسمه انسكتيسيد، للتخلص من الدودة الخضراء والنقط السوداء أي القملة التي تحت ورقة، وكذلك من البقع السوداء فوق الورقة، وأعطى نتيجة فعالة جدا وممتازة في فترة قصيرة. ويستعمل هذا المبيد مرة واحدة كل أسبوع أو 15 يوم، لكن بتفادي تعرض النبتة إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء استعماله. والسعر هو 200 دينار جزائري. والآن لننتقل لطريقة تطبيق هذا المبيد كما هو موضح في الفيديو. نديرو مغرف، هذا البرودوي نديروه هنايا، هنا هذا في لتر ماء، في واحد لتر ماء من هذه القارورة اللي راكم تلقاوها عند اللي يبيعوا تاع الانسكتيسيد. بصح ما تشروش من هذه القارورة، هذه تاع الفشفشة، باسكو هذه ماشي تاعها، راهي تكسرت. هذه نوعية سيئة جدا، اشرو نوعية وحده اخرى من هذه القارورات تاع الفشفشات، مش عارف اسمها، بخاخات. اما هذه البخاخه اليدويه، انا استعملت لكم هذا المغرف، هذه الملعقه هذه تاع لاكريم ديال المثلجات، باش كامل تكون عندكم متوفره. مغرف واحده في لتر ماء. وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا للمتابعة، اتركوا لي استفساراتكم في التعليقات او راسلوني عبر صفحتي نوراني شيماء. والان دمتم في رعاية الله وحفظه، الى الفيديو القادم ان شاء الله.